ليه الامهات دول بيعلموا اولادهم الالفاظ البذيئه والشتايم من سن صغير؟ مؤخرا ظهر ترند وتحدي جديد بيسموه باد وورد تشالنج، وفي الترند ده الامهات بتسيب مطلق الحريه للاطفال ان هم يفتحوا كاميرا الموبايل ويقولوا كل الكلام اللي كانوا محرومين منه واللي كانوا بيتعاقبوا عليه في الاول، والامهات بيشوفوا ان من خلال اجراء زي ده هيحاول يخفف الضغط عن الاطفال بشكل كبير جدا، وان هيديهم مساحه مغلقه يعبروا فيها عن نفسهم اكتر بعيدا عن اراء الناس. وظهرت فيديوهات كتيره جدا امهات بتشارك اولادها الترند، ولكن الغريب انه كان بيتصور في الحمام، وعلى ما يبدو ان دي رمزيه ان الكلام ده ما يتقالش غير في المكان ده، والامهات بتشوف ان دي طريقه من طرق التربيه الحديثه. ولكن الترند كان ما بين مؤيد ومعارض، وفي كتابها الشتائم جيده لك قالت الدكتوره ايما بيرن عالمه الاعصاب ان تجربه التحدي من خلال سماح الاباء للابناء بالشتائم تجربه واقعيه جدا، وده اللي بيعزز وعي الاطفال بخطوره الشتائم بين دائره الاهل. ولكن من وجهه نظر مختلفه، في اخصائيين سلوكيين وتربويين بيشوفوا ان الطريقه دي غلط جدا، لانها بتعلم الاطفال ابداء الاراء من جانب واحد فقط، وبتعزز عندهم كمان فكره العند، وبتخلي الالفاظ والشتائم تبقى سهله على لسانهم طول الوقت بدون رقيب او محاسب. فقول لنا بقى، هل ممكن في يوم من الايام تستخدم الطريقه دي مع اولادك ولا لا؟